الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوب العالمين المسمى في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين إخوتي أخواتي أيها المؤمنون أيها الموالون يا شيعة أمير المؤمنين السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في الحلقة الماضية وصلنا إلى إنزال الميت في قبره، وقلنا توجد مستحبات أنه إذا وُضع الميت في قبره يستحب إنزاله بهدوء، ويستحب أن يُجعل له وسادة لرأسه، وأن يوضع تحت رأسه مولانا الكريم يخلون تحت رأسه تربة للإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وبعض المستحبات التي ذكرناها الى ان وصلنا الى التلقين. التلقين يلقن الميت في قبره يذكر، طبعا التلقين ثلاث مرات يلقنون الميت. ثلاث مرات يلقن الميت. المره الاولى مولانا يلقن المره الاولى يلقن الشهادتين وين؟ عند الاحتضار. إذا قاعد يحتضر يلقنون شهادته يلقون هذا التلقين أسف بعض العلماء يقول حتى في التغسيل مستحب أنه في حال التغسيل إذا غسله واحد يلقنه والتلقين الثاني في القبر اللي الآن نحن نتكلم في صدد الكلام عنه والتلقين الثالث اللي هو أهم تلقين الثالث هو أهم من تلقين داخل القبر التلقين إذا فارقه الناس إذا كل الناس طلعت أو راحت يجي الملقن فيلقن على القبر ذاك مدفون يلقنه هو في القبر ذاك على القبر إذا تركه جميع الناس التلقين تذكير إلى الميت تذكير إلى الميت لأن الإنسان إذا رأى ملك الموت وإذا رأى شدة الموت ينسى كل شيء ينسى اسمه ينسى اسم أمه اسم أبيه ينسى كل شيء لا يتذكر شيء لكن المؤمن يتذكر عند التلقين وغير المؤمن لا يتذكر لو لقنوه الف مره بعد. واضح مولانا؟ ينزل الملقن فيلقنه هذه هذا التلقين هل انت على العهد الذي فارقتنا عليه من شهاده ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. في القيد الثاني يقول له اذا اتاك الملكان المقربان اسمع وافهم يا فلان ابن فلان اذا اتاك الملكان المقربان رسولين من عند الله تبارك وتعالى وسالاك عن ربك وعن نبيك هذا القيد الثاني القيد الثالث اقلوا له اسمع وافهم يا فلان ابن فلان أن الله سبحانه وتعالى نعم الرب وأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم نعم الرسول وأن عليا والأئمة من ولده نعم الأئمة وأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم حق وأن عليا والأئمة من ولده حق وأن الموت حق وأن القبر حق وأن سؤال منكر ونكير في القبر حق وأن النشور حق وأن الصراط حق وأن تطائر الكتب حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ثم يدعو إلى الميت في القيد الأخير اللهم جاف في الأرض عن جنبه ولقه منك برهانا اللهم عفوك 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 إلى آخر التلقين يلقن الميت هذا التلقين يهزونه من كتفه ويلقن من بعد التلقين يشرج عليه الحجر يخلون عليه حجر مولانا الكريم زين بعد ذلك يحثى عليه التراب يهال عليه التراب الأفضل من المستحبات أن التراب يكون بظاهر الكف يعني هذه الحالة يهيلون عليه التراب يدفنون الناس المؤمنون الناس المؤمنون مولانا يهيلون على التراب هكذا مكروه هكذا مكروه ايضا بالمسحات بالشبل مثلا بالمسحات كذا هذا بكراهيه بعدين من اشد الكراهيه مولانا مكروه ان اقاربه يدفنونه يهيلون على التراب الاقارب ابنه ابوه مثلا اهله اقاربه ابن عم ابن خاله ابن خالته هذا بكراهيه يهيلون عليه التراب لان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول ياتي بقساوه القلب حثوا تراب الأقارب عليه هذا مولانا يأتي لهم بقساوة القلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان في تشيع جنازة وفي دفن جنازة شاف له شاب قاعد مولانا يهيل التراب على الميت قال له ما يكون لك الميت قال له أبي قال له قم فإن الله يجعل فإن هذا العمل يجعل قلبك يجعل قلبك قسية هذا حثو التراب يأتي بقساوة القلب الافضل انه يهيل للتراب عليه خل غيره للتراب عليه واضع مولانا عليه التراب يخلونه مولانا هنا ما هو عمل الميت الميت يركض من مكان الى مكان روح الميت تركض الى اقاربها الى احبائها يخاف من القبر مولانا زين الى ان يخلصون اذا واروه التراب يستحب رش القبر بالماء شايفين مولانا احنا الشيعة طبعا غير الشيعة ما عندهم الكلام هذا يجيبون ماي مولانا الكريم يرشون القبر بالماء بالاخص اول رشة زين اكو روايات بس توجه لي افصل لك الروايات اكو روايات تقول من بعد الدفن بلا فاصلة هاي الرشة بس مؤثرة بس اول رشة للقبر اكو روايات تقول من اول رشة من اول يوم الى اربعين يوم خلال أربعين يوم ترش القبر بالماء إلى أثر بعض الرواة تقول لا كلما جئت إلى القبر فرش القبر بالماء فإن له الأثر شنو أثره؟ يقول الإمام الصادق عليه السلام ما دام القبر وتراب القبر رطبا يعني مبلل رطب مولانا الله يرفع العذاب ويهون العذاب على صاحب القبر بالاخص مولانا اول رشه، شلون الامام الرضا عليه السلام يعطينا كيفيه رش القبر بالماء، هكذا رش القبر بالماء، يقول الامام الرضا عليه السلام تبدا من راس الميت. مو هذا القبر؟ تبدا من الراس، وهذا مولانا؟ تبدا من الراس ترش الماء على الدور، دور القبر بعدين توصل الى الى الراس. دور كامل وما تبقى من الماء يراق وين في وسط القبر يرشون الوسط وسط القبر مولانا، هاي من المستحبات، من المستحبات رش القبر بال بالماء مولانا العزيز والكريم، زين اتركونا اهله تركوا اهله شو يسوي مولانا؟ يركض يركض الى اخر شخص يلحقه يركض يقول الامام الصادق فإذا ابتعد الاقارب منه خطوات. بتعدوا سبع خطوات اذا ابتعدوا سبع خطوات يبتعدون منا مولانا وإذا بجار يجر الروح إلى القبر بجار يجره إلى القبر إلى الجسد أين المفر وين انطوك مجال سبعين سنة تركض بالدنيا ما سويت عمل صالح ستين سنة عشت بالدنيا ما سويت عمل صالح لا صلاة ولا عبادة ولا 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 كلها تركتها لكن بعض الناس تركوا تركوا العباده وتمسكوا بالذنوب والمعاصي وتبعوا الشيطان والشهوات الان يركض وراء اهله الى اين؟ وين رايح؟ انقطع عملك انقطع عملك عن الدنيا خلاص استقرارك ومكانك الان في قبرك اين المفر؟ واذا بجار الامام الصادق يقول واذا بجار يجر الروح الى الجسد داخل القبر يدخل داخل القبر يمتثل داخل القبر هذا القبر يسمونه عالم البرزخ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول اذا مات الانسان قامت قيامته هذه تسمى القيامه الصغرى القيامه الصغرى يبقى اول ليله الله لا اله الا الله ان اصعب ليله دخل الاصحاب على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم راوا رسول الله يتسبب عرقه وقد تغير لون وجهه نراك قد تغير لون وجهك يا رسول الله يا حبيب الله يا صفي الله قال تذكرت ليله اول القبر فوالذي نفس محمد بيده لاصعب ليله واخوف ليله واشد ليله على الانسان ليله اول القبر اذكروا امواتكم في هذه الليله الليله الاولى من القبر صعبه عليه جدا صعب عليه صعبه كثير عليه مولانا لا يطيقها في الليله الماضيه كان بين اهله بين اصحابه بين اخوته في بيته يمشي ويذهب الى ما يريد الان في لحظه واحده واذا هو داخل القبر في مكان ضيق صعب عليه مظلم صعب عليه جدا صعب عليه مولانا ما يقدر يتحمل هذا غير المؤمن طبعاً هذا الكلام عن غير المؤمن عنك أنت لا أنت الموالي أنت الشيعي الله يفرج عنك بولاية علي بن أبي طالب بحب الحسين إحنا غير حسين ما عندنا وسيلة إحنا غير حسين ما عندنا وسيلة والذنوب هواي شفتها ثجيلة لغير المؤمن نعم صعب لك أنت المؤمن يا خادم الزهراء يا خادم الحسين لا الله يرحم حج زاير لا تقولون الشيخ اللي يتكلم ترهيب وخوف لا عمي احنا ما نريد نخوف زين الموت مو خوف الموت نقله من حاله الى حاله لكن بعض الناس يمر على هذه الحاله بشده واكو ناس مثلك لا انتم الموالون انتم المؤمنون لا براحه الانسان لا يحس بذلك كنزع ثياب وسخه ولبس ثياب طاهره نظيفه مريحه الله يرحمك يا حج زاير حج زاير كان يمشي شاعر من شعراء من الشعراء شعراء اهل البيت يمشي مشيا على الاقدام الى الحسين ياتي الى كربلاء ونحن في كربلاء ياتي الى كربلاء الى كربلاء الحسين الى وطن الحسين ويمشي ويلطم على راسه "جينا ننشد كربلاء مضيعينها بها زينب قال وميسرينها" ويبكي هاي القصيده له "جينا ننشد كربلاء مضيعينها ويبكي يبكي حج زاير" ينشد الشعر يلطم يمشي للحسين مات حج زائر لما مات حج زائر اجا في منام ملا علي التركي الله يرحم ملا علي التركي شاف حج زائر قاعد قعدته حلوه قال له حج زائر قال له بلا قال له انت خدمت الحسين او بكيت على الحسين او لطمت على الحسين أو يعني اعطيت كل شيء كل جهدك للحسين الحسين وصل لك في القبر ام لا في الليلة الأولى وصلك لولا أجابه ببيت من الشعر قال له حسين أبو السجاد ما يرضى بها ضمنة حسين أبو السجاد ما يرضى بها ضمنة أبو وجود النار ما تحرق عظمنة قال له والله لما وضعوني في قبري رأيت نور الحسين يشع إلى عنان عنان السماء إلى عنان عرش الله جل وعلا وأخذ بيدي وأدخلني جنةً كلها بساتين كلها أنهار كلها راحة لم أرى أثر من الظلام ومن الوحشة والغربة ومن القبر أصلا ببركة الحسين نحن غير حسين ما عندنا وسيلة والذنوب هواية شفتها ثجيلة أنا أتكلم على ذاك البعيد أتكلم عن ذاك صاحب الوحشة صاحب الغربة صاحب الضيق اللي ما عنده حب هذا الرجل ما عنده حب الحسين ما عنده حب الزهراء ما عنده حب الحسن، ما عنده حب اهل البيت سلام الله عليهم اجمعين. واذا بجار يجره في قبره. اصعب ليله عليه. الليله الاولى من القبر كلش صعبه عليه. جدا صعبه عليه. وحيد فريد لا اهل لا عشيره لا مال ما حد يسمعه ما حد يمه بوحده لا يفيده شيء إلا عمله بس العمل عملك يا صاحب العمل تزودوا فإن خير الزاد التقوى التقوى اللي تفيد هنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يا شباب أخي أختي آبائي أجدادي أمهاتي أهلي مولانا الصلاة تفيدك هنا الصوم يفيدك مولاي عمل الصالح يفيدك الذنوب المعاصي تتبدل الى حيات وعقارب واذا ظلم في القبر يزيد الظلام ظلاما يزيد الوحشة وحشه يزيد الضيق ضيقا عليك بالعباده عليك بالتقوى بالاخص في ايام الطاهره مثل شهر رمضان المبارك تزودوا فان خير الزاد التقوى الليله الاولى من قبره اكو امور تسهل عليه مثل صلاة الوحشة يستحب ان يصلى الى الميت صلاة الوحشة في الليلة الاولى يرجعون الاهل يصلون ركعتين بين صلاة المغرب وصلاة العشاء مستحب بين صلاة المغرب والعشاء يصلون ركعتين يقولون صلاة الوحشة اصلي ركعتين صلاة الوحشة قرب الى الله الله اكبر يقرأ الحمد الركعة الاولى من بعد الحمد عشر مرات انا انزلناه في ليله القدر. الثانيه من بعد الحمد يقرا ايه الكرسي مره. خلص الصلاه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته قبل ان يلتفت يمين وشمال يقول اللهم صل على محمد وال محمد وابعث ثوابها الى روح فلان يجيب اسمه اسم الميت الى روح مهدي اني واضح مولانا؟ يقول الامام الصادق يبعث الله إلى قبر الميت سبعين ألف ملك ينيرون قبره يوسعون له القبر ويرفعوا عنه الوحشة والغربة زين واحد يقول شيخنا الآن أنا بالوصية أنا كاتب وصيتي طبعا الوصية من المستحبات أن الإنسان يكتبها دائما جاهزة أنا واحد كاتب وصيتي في الوصية أول ما كاتب أنا مهدي ابن فلان ابن فلان إني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن عليا ولي الله وأشهد أن الحسن والحسين إلى آخر الأئمة أعدهم بعدين أجي مولاي كل الوصية أكتبها أكتب أكتب أريد دفني فلان مكان مثلا فلان يطلبني فلان ما يطلبني أطلب فلان كذا عندي رد مظالم عندي صلاة عندي صيام أكتبها من جملتها ما كتبت في أول الوصية كتبت صلوا إلي وصلوا علي صلاة الوحشة أحتاج إلى صلاة الوحشة صلاة الوحشة مهمة للغاية أكتب بالوصية وصي أهلك وصي أقاربك بصلاة الوحشة زين واحد يقول للشيخ أنا ما حد يصلي لي أنا ما حد يصلي لي أخاف ما حد يصلي لي أنت بخير خير صلي لنفسك شلون؟ يقول الإمام الصادق عليه السلام من صلى لأربعين ميت صلاة الوحشة أربعين ميت صلي لهم صلاة الوحشة سمعت أن فلان مات صلي له تعرفه ما تعرفه صلي له سمعت أن فلان ما صلي لفلانة أنثى ذكر ما يفرق من صلى لأربعين مي صلاة الوحشة يموت ولا يحتاج إلى صلاة الوحشة كأنما هو مصلي لنفسه كأنما هو مصلي لنفسه شوف صلاة الوحشة مولانا هذه مهمة هاي تهون عليه وحشة القبر في الليلة الأولى من القبر هذه الليلة صعبة عليه جدا صعبة بينما هو كذلك إذ ينزل إليه ملكان للإنسان الكافر المشرك الغير مؤمن ينزل له منكر ونكير ينزلوا له وللإنسان المؤمن بشرى وبشير وهذا أو مبشر وبشير ينزلوا له منكر ونكير لغير المؤمن هذول يأخذوا به بشدة واحد أكبر مقام من الثاني يجل الامام الصادق عليه السلام ينطي اوصاف لهم نحن ما نذكر اوصافهم ينطي اوصاف لهم لهما ينزلون يوصلون الى الميت لهم وقع الامام الصادق عليه السلام يقول الاول يصرخ عليه صرخه اذا كان منكر نكير طبعا لغير المؤمن المؤمن لا يصرخ عليه صرخه لو سمعها الثقلان لماتوا من شدتها اسالونه ربك نبيك كذا اي وحده وحده اسالونه مولانا يسألوه عن ربه عن نبيه عن كتابه عن قبل آخر إلى آخر شيء مولانا بعضهم من يجيب بعضهم لا يجيب يفتحوا له رأس باب من رأسه وباب من رجليه باب من رأسه وباب من رجليه إذا أجاب إذا أجاب يدفعوهم من رأسه هيك يدفعونه من رأسه يطيع على رجليه يسقط على رجليه في جنة البرزخ يسقط على رجليه في جنة البرزخ وإذا ما أجاب يدفعوه من رجليه يسقط على رأسه في نار البرزخ إذا عرفنا أكو جنة تسمى جنة البرزخ وأكو نار نار البرزخ هسا أنا أذكرها لك إن شاء الله اسمعني الآن إحنا دائما نوصي بالصلاة على محمد وآل محمد دائما العلماء أهل البيت يوصون دائما أكثر من الصلاة على محمد وآل محمد كلش مهمة رجل دائما إذا خاف قال اللهم صل على محمد وعلى محمد إذا فرح صلى على رسول الله إذا حزن صلى على رسول الله راد يطلع من بيته يصلى على النبي راد يقعد يصلى على النبي راد يقوم يصلى على النبي راد كل شيء ظل أص... سنين يصلى على رسول الله إلى أن مات لما مات أجا في منام ولده الكبير قال له أبا قال له بلى قال له ماذا رأيت قال له أبا مررت مررت في قبري وانا في قبري اذ نزل الي ملكان مخيفان اخافوني واهالتني هيبتهما مهيبين مخيفين ولانا خوفوني قال ماذا صنعت قال سالني احدهم من ربك فمن شده خوفي قلت اللهم صل على محمد وال محمد يقول بمجرد ان صليت على محمد وال محمد وإذ فتحوا باب من رأسي باب من رجلي دفعتني يد دفعتني يد من رأسي سقطت على رجلي في جنة كبيرة كلها أنهار وأثمار وأشجار ونعمة زي مولانا الصلاة على محمد وعلي محمد مهمة للغاية إن شاء الله في الحلقة الآتية سنذكر لكم جنة البرزخ ونار البرزخ ونذكر لكم البابين الذي يفتحان في القبر من الرأس والرجلين إن شاء الله تعالى ترقبونا إن شاء الله في الحلقة الأتية بحول الله وقوته وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين